انطلقنا في 2020 ب 200 مؤسسة ناشئة، اليوم رانا في ما يقارب 8000، وألتزم أن العدد سيصل إلى 20000 عن نهاية العهد إن شاء الله. أرقام تشكل معادلة الرئيس عبد المجيد تبون في توسيع مجال المقاولاتية وريادة الأعمال وإنشاء مؤسسات ناشئة، معتمدا على عنصر الشباب المبدع المبتكر والحامل للمشاريع والأفكار المنتجة. في نظام بيئي خصب يشجع على روح الابتكار وتنمية الفكر المقاولاتي، توسعت دائرة الاهتمام بهذا النوع من الممارسة الاقتصادية، وفتحت أبواب الطموحات أمام الشباب والطلبة لتجسيد المسعى ودخول عالم ريادة الأعمال. راه كاين القرار اللي دارتها الوزارة تاع مساعدة المؤسسة الناشئة، واللي راه ينفذوه نبداو في التنفيذ تاعه. اي واحد يكون عنده مشروع ولا في راسه يعاونوه بالمساعده سواء ماليه ولا اكاديميه. الجامعه الجزائريه دعم لاصحاب المشاريع التكوينيه لكي من مشروع صغير ننجز مشروع كبير لكي يصير الحلم حقيقه. البحث العلمي هو لحل مشاكل المؤسسات الموجوده، ولما لا الطالب بهذه المشكله يستطيع ان يفتح شركات ناشئه، ويستطيع ان يرد على مشاكل هذه المؤسسات الموجوده، وبالتالي يفتح مجال لفرص الشغل ويساهم في الاقتصاد الوطني. رئيس الجمهورية بنظرته الاستشرافية الحصيفة دعم القطاع الاقتصادي وبصم على كل العوامل التي من شأنها صناعة اقتصاد قوي، ومن بينها إنشاء مؤسسات ناشئة يكون لها الدور في دعم هذا الاقتصاد، موفرا كافة الآليات التشريعية والتنظيمية للدفع بها نحو التميز والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني. وصرح في عديد المرات بأن العهد المقبل ستكون عهدة اقتصادية. بطبيعة الحال مكونات الشعب الجزائري 70% من الشباب شباب يتحصل على مؤهلات جامعية مختصة، تم استحداث في هذا السياق مدرسة عليا مختصة بالذكاء الاصطناعي، تم استحداث كذلك وكالات استثمارية تعنى بتمويل جميع المؤسسات المتوسطة والمؤسسات الناشئة. في هذا السياق للجامعة دور إيجابي وفعال. يتواصل المسعى في توسيع حيز وجود هذه المؤسسات، وبعزيمة لا تلين تستمدها من هذه الطاقات الحية التي تفجرت بأفكار وابتكارات. فالطلبة الجامعيون الحاملون لمشاريع واعدة تفتح أمامهم أفاق جديدة مشجعة على البحث والابتكار، لتكون الجامعة الجزائرية حاضنة الأفكار رافدا وخزانا يسهم في تحقيق أحد أهم الالتزامات والتعهدات.